صباح الخير عليكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر منصاتنا المرئية ولكل من يستمع لنا عبر تردداتنا. إذن فقرة آفاق في حلقتنا الأولى اللي تأتيكم كل ثلاثاء عبر برنامج من غبشة على الشبيبة FM، حيث تتسع الرؤى شغفا لتحقيق ما نصبوا إليه طلبة من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في شناص بهممهم العالية وبإصرارهم المتواصل وباجتهاد لا حدود له وابتكار يصنع الفارق. راح يكون إن شاء الله معنا خلال هذه الحلقة ضيوفنا. أبدأ من اليمين، غنية بنت سعيد الغافرية. أهلا وسهلا فيش غنية، صباح الخير. صباح النور، أخباركم؟ يا مرحبا وسهلا فيش، وصلتوا. أريدش بس تقربي أكثر للمايك. أيضا أنتقل لضيفتنا أسماء بنت إبراهيم البلوشية، صباح الخير أسماء. صباح النور جمانة. يا مرحبا وسهلا فيش. وبلقيس بنت سعيد السعيدي، صباح الخير بلقيس. كنت ما مشغلة المايك مرة ثانية. صباح النور جمال. يا مرحبا وسهلا فيكم في استديوهات الشبيبة. إذن جميعكم طلبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أي سنة؟ السنة الأخيرة بكالوريوس. ما شاء الله، إيش بكالوريوس؟ إيش؟ هندسة مدنية. هندسة مدنية، ممتاز. عندكم مشروع مشترك صح؟ أيوة. تشتغلوا عليه. بطلب من غنية تخبرنا إيش هو هذا المشروع. غنية خبرينا المشروع. فكرته، فكرة المشروع هو إيجاد طريقة فعالة لإزالة الملوثات الصيدلانية من المياه المعالجة عن طريق المركبات النانونية. نعم، ممتاز، هذا كلام علمي. نبغى شوية بسطون. أنا اللي بشرح هذا، ليش أني أنا ماسك الفريق فبشرح بشكل مبسط. ممتاز. اللي هو اسم مشروعنا هو إزالة الملوثات من المياه المعالجة. المياه اللي هي المياه الملوثة تعالج ويكون فيها ملوثات صيدلانية، وهذه الملوثات الصيدلانية هي مضرة لجسم الإنسان. فنحن ابتكرنا نانو بارتيكل، هي أجزاء نانونية صغيرة تزيل هذه الملوثات. ممتاز. طيب كم صار لكم تشتغلوا على هذا المشروع؟ بصراحة صار لنا تقريبا الحين 7 إلى 8 شهور نشتغل على هذا المشروع، لأن الأدوات ما كلها متوفرة، يعني بسيطة المتوفرة في عمان فكنا نستوردها من الخارج. وإذا باغين تفاصيل بسيطة عن هذا المشروع، اللي هو عبارة عن مركب نانوني صغير يتكون من 3 أجزاء رئيسية، اللي هو اللبان والكربون تيوب. الكربون تيوب هو أنابيب صغيرة من الكربون، صغيرة جدا جدا، والحديد. وهذه المركبات كلهن لما ندمجهن يعطينا النانو بارتيكل، النانو أبزوربنت، اللي هو بحجم صغير جدا، اللي هو 10^9، وعندها خاصية مغناطيسية. نعم. فنحن إذا وضعناها في الماء فهي بتمتص المواد الصيدلانية من الماء، ونحن بالتالي نقدر نزيلها عن طريق المغناطيس بكل سهولة، فبنوجد ماء خالي من المواد الصيدلانية اللي هي مضرة لجسم الإنسان. ممتاز، إذن هذه هي فكرة المشروع. طيب بلقيس تخبرينا إيش الهدف من هذا المشروع؟ يعني من بين أفكار كثيرة ومشروعات كثيرة أيضا يشتغل عليها الطلبة، ليش هذا المشروع بالذات؟ إيش الهدف منه؟ الهدف منه إيجاد طريقة فعالة وجديدة، طبعا لازم تكون صديقة للبيئة بحيث أنها ما تلوث البيئة. كذلك فكرتنا جديدة بحيث أنه استخدمنا مركبات بسيطة ما تعتمد على المواد الكيميائية، فقط اعتمدنا على الملتي وولت كربون نانو تيوبس والحديد واللبان. طبعا مثل ما عرفنا أن اللبان متوفر في سلطنة عمان، خصوصا في محافظة ظفار، فهذا اللي يميز مشروعنا عن باقي المشاريع. نعم، ممتاز. من تعتقدوا الفئة اللي يعني راح يخدمها هذا المشروع؟ من الفئة اللي يحتاجوا هذا المشروع؟ بصراحة يحتاج تقريبا كل الفئات من صغير لكبير، لأن نفس ما قلت أن المواد الصيدلانية مضرة للصحة، فالصحة مرتبطة بالصغير إلى الكبير. هو أكثر شيء اللي هو من عمر 1 ونص 2 سنين، لأن هم اللي يتغذوا من أشياء الخارجية مثل الأشجار وهذا. لأن نحن هذا الماي اللي هو اللي يعاد تدويره وينسقه في الأشجار، فالأشجار تمتص هذه المواد الصيدلانية بالتالي إلى أجسامنا،
فمن هذا الناحية يعني من الفئة سنة ونص فوق اللي ممتاز. يعني تناول الغذاء. نعم ممتاز. طيب هذا المشروع تم تمويله من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نتحدث عن التمويل، وهل التمويل هذا متاح لكل مشروعات التخرج؟ أول شيء قمنا بتقديم المشروع في الجامعة، بعد ذلك يتم اختيار المشاريع على أساس عدة عوامل أو معايير. أحد تلك المعايير هو الفكرة، لازم يعني تكون في فكرة جديدة على أساس أنه يختار المشروع. بعد ذلك يتم اختيارهم من قبل وزارة التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي والابتكار، بعدها يتم تمويلها تحت بند البحث العلمي والدراسات العليا. طبعا تم تمويل مشروعنا بمبلغ وقدره 1400 ريال. ممتاز. ومن هذا المبلغ انتم قدرتوا تشتروا المواد وتشتغلوا على المشروع؟ نعم ممتاز. طيب ايش الخطوه القادمه، ايش الشيء اللي بتعملوه الحين يعني في المستقبل؟ الحين نحن بادين نسوي الريبورتات عشان نقدمها للسلطنة، عشان بعد ذلك أن يتيحوا لنا الفرصة أن هذا المواد النانونية يقدروا يستخدموها ويسووها. لحد الحين الحمد لله هي كل التجارب اللي سويناها في الكلية الحمد لله كلها مباتت بالنجاح. نعم. فبس ننتظر نخلص الريبورت ونسلم للسلطنة. ممتاز. طيب إيش الفرق بين هذه التقنية المعالجة المياه وبين التقنيات الأخرى المستخدمة حاليا، ايش اللي يميزها؟ طبعا تعتبر تقنيتنا جديدة وفعالة وسهلة مقارنة بالتقنيات الاخرى اللي ممكن انها تكون مكلفة وصعبة. كذلك استخدامنا للبان والمركبات النانونية جعل منها فكرة جديدة ومبتكرة، وهذا ما يميزها عن التقنيات الاخرى او المشاريع الاخرى. نعم ممتاز. هذا اذا بالنسبة لمشروعكم، هل في اسم للمشروع؟ عندكم اسم؟ هو بالضبط هو الاسم الطويل حاليا. أيوة. اللي هو removal of pharmacy، يعني هو إزالة المواد الصيدلانية من المياه المعالجة عن طريق النانو أبسورب. نعم ممتاز. طيب غنية، ذكرتي أنه يعني خلال مرحلة تمويل المشاريع أنتوا في البداية كطلبة تقدموا هذه المشاريع للجامعة، صح؟ إدارة الجامعة وهي تختار. إيش المشروعات الأخرى اللي تم اختيارها أيضا أو المنافسة لمشروعكم؟ في مشاريع كثيرة، طبعا المشاريع المختارة دائما تكون قليلة، فنحن نتمنى الدعم للمشاريع الباقية لأنها صراحة مشاريع جدا ممتازة وتحتاج دعم. نعم ممتاز. الكثير من المشروعات اللي يعمل عليها اليوم الطلاب في الجامعات والكليات المختلفة في السلطنة تحتاج إلى الدعم، يمكن أنتوا كان عندكم الفرصة وحصلتوا على الدعم، فبالتالي يمكن الجهد يضاعف عليكم والجهد مطلوب منكم خلال الفترة القادمة للعمل أكثر على المشروع وعلى تطويره أيضا. إيش أيضا نقدر شيء نذكر عن المشروع ما ذكرناه ومثلا غفلنا عنه؟ أن مشروعنا اللي هو صديق للبيئة، يعني ما له أضرار، يعني هو بنسبة كبيرة ما له أضرار، لأن نحن مستخدمين أشياء طبيعية، مثل نحن استخدمنا اللي هو اللبان متوفر بكثرة، واستخدمنا اللي هو الحديد متواجد في كل الأماكن، واستخدمنا اللي هو الكربون تيوب هو عبارة عن كربون، فبس بشكل صغير كثير، بس هو هذا، فهو وايد صديق للبيئة وما يحتاج وايد اللي هو آلات وهذه الأشياء، فيعني آلاته محدودة. نعم ممتاز جميل. إذن حتى احنا يعني خلال عملنا سواء كان حكومة أو قطاع خاص يركزوا بشكل كبير على المشروعات صديقة البيئة والاستثمارات صديقة البيئة، لأنه هذا أحد متطلبات رؤية عمان 2040. أتمنى لكم التوفيق وأشكر حضوركم معنا في استوديوهات الشبيبة، وراح أخذ كلمة أخيرة من كل واحدة منكم. الدبغانية، أول شيء نقدم الشكر للدكتور سعيد الربيعي وعميدنا والعميد السابق أحمد المعمري، وأيضا لمسؤول قسم الهندسة أحمد البلوشي.
وأيضا نقدم الشكر لأدفايزرنا دكتور مشتاق ودكتور سيد اللي بذلوا جهد في نجاح هذا المشروع, وأستاذ ورئيس قسم نادي الهندسة اللي له دور كبير عشان نوصل لهذه المرحلة, أستاذ يوسف العلوي. بلقيس, حابة أشكر كل شخص كونه ساهم في أن نحن نكون موجودين اليوم ونعرف العالم عن أو الأشخاص اللي يتابعونا عن هذا المشروع. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا لضيوفي في الأستوديو في فقرة آفاق لهذا اليوم, غنية بنت سعيد الغافري, أسماء بنت إبراهيم البلوشي, بلقيس بنت سعيد السعيد. أتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا.